السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الإخوة والأخوات، الزملاء، الأصدقاء الأعزاء في كل مكان. رسالة اليوم من البوسفور في اسطنبول في تركيا، ليكم كلكم أو لنا كلنا، نتفحص فيها تاريخ هذه الأمة التي أبلت بلاء حسنا وصنعت حضارة في العالم، حضارة للعلوم والآداب والفنون والاقتصاد وكل شيء. رسالتي لكم اليوم ألا تهملوا التاريخ على الإطلاق، ألا تهملوا تاريخ آبائكم وأجدادكم وأسلافكم وأسلافنا، وأن نتعلم من التاريخ لكي نستطيع أن نحيا حياة سعيدة في عصرنا الحاضر ونبني مستقبلا باهرا للأجيال القادمة. الأمة التي لا تتعلم من التاريخ دروس وعبر لن تستطيع أن تحيا حياة كريمة، ولن تستطيع أن تبني مستقبلا سعيدا هانئا لأجيالها فيما بعد. نتعلم جميعا أن الإسلام ليس دين مسجد، ليس دين يحجز ويحاصر في جدران مسجد، ليس دين فرد ولكنه دين مجتمع، دين حياة، دين يحيي الحياة وحياة الأحياء من حولنا. فهو الدين التي تدور من حوله أحداث الحياة كاملة. فعلينا أن نجعل إسلامنا وديننا مصدرا لإحياء حياة الشعوب والخلائق كافة في كل مكان وكل زمان، ولا نستمع لمن يريدون أن يحولوا الدين الإسلامي لدين شعائر ومظاهرات وملابس ومظاهر أبدا. الإسلام كان وما زال دين حضارة ونهضة وبناء مجتمعات وبناء إعجازات علمية في كل مكان وزمان. دين أتى ليرسي قواعد العدل والمساواة والإخاء بين بني البشر التي لم تستطع أي ثقافة أو دين آخر أن يرسيها من قبل، أو أي ثقافة أو فكر أو فلسفة من بعد أن ترسيها. هذا هو الدين الإسلامي. فلا تنشغلوا بالخلافات المذهبية والخلافات العرقية والخلافات التاريخية، ولكن انشغلوا ببناء المجتمعات وإهداء الشعوب أو هدي الشعوب ورفع قامة الإنسانية بحضارة إسلامية إنسانية تقف من أجل بهائها وعزها كل الخلائق مبتهجة بها. هذا هو الدين الذي من أجله أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم النبيين، وأنزل معجزته الخالدة عليه القرآن المعجز. ولم تكن معجزة الدين الإسلامي في سحر لعصا موسى أو في إحياء موتى بإذن الله أو إبراء مرضى بإذن الله لعيسى عليه السلام، أو في نجاة إبراهيم عليه السلام من النار، أو نجاة سيدنا يونس من بطن الحوت، ولكنه قرآنا معجزة أعجز من أراد أن يتعلم كيف تبنى الحياة وكيف يبنى العدل وكيف تبنى الحقوق وكيف يحصل كل ما فرد منا بغض النظر عن الدين والعرق والخلفية التاريخية والثقافة عن حقه تحت ظل هذا الدين الإسلام الحنيف. سعيدا بكم من هنا، وأتحدث لكم فيما بعد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.